يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحكم داليا. يسعد صباحكم. ان شاء الله تكون فقره مفيده ان شاء الله لكل المسلمين بوجودك اكيد ان شاء الله. ميرسي. خلينا نحكي بداية عن الأغذية اللي يعني البروتوكول اليومي مثلا. خلينا نقول تماماً. في نظام صحي معين لازم يتبعه كبار السن لحتى يحصلوا على المواد اللازمة لجسمهم. تماما. هلا بالبداية بس هيك خلينا نعطي فكرة إنه شو هو يعني شو هي الفترة بحياة المسن، شو هي تعريفها. هلا هي عملية فيزيولوجية، الشخص لما بيولد ببلش بتكبر عنده الخلايا، بتكبر لحتى توصل لموضوع الوفاة، يعني خلص بتهرم وخلص. بس وهن كبار السن من فوق ال 65 هو ما نو مرض، يعني في كتير أشخاص مثلاً عمرهم بالتسعين هني قادرين يعملوا حياتهم ويمارسوا نشاطاتهم بشكل طبيعي، وفي أشخاص بعمر الأربعين وعندهم أمراض مزمنة وما عم بيقدروا يتعايشوا معها أو ينظموا غذائهم. لهيك موضوع التغذية هو كتير أساسي لحتى الشخص بأي مرحلة عمرية يكون قدران يعيش بكامل نشاطه. لهيك هلأ بالبداية نحن خلينا بس نركز قبل ما نفوت بالغذاء لحتى نعرف أنه كل تغير فيزيولوجي نحن شو لازم نعطيه الغذاء المناسب. هلا اول شيء هني بينخفض عندهم نسبه العضلات بالجسم تنخفض وبزيد نسبه الدهون عندهم. لهيك نحن لازم كثير نركز على البروتين. البروتينات من مصدر الحيواني هي امتصاصها اعلى، فلهيك لازم يوميا يكون في احتياج من البروتين من نسبه 12 ل 15%. هي موزعه على وجبات، بس كمان بدنا نركز انه نحن ناخذ البروتينات من مثلا مال عاليه الدسم، مثلا لحم العجل، البيض هو يعتبر خيار جيد، البقوليات، بس كل شيء طبعا بكميات مدروسه. تمام. لانه كمان الكبير بالعمر بتخف احتياجاته من الطاقه لانه عم يخف معدل الحرق عنده، عم تخف الحركه عنده. فلهيك بالمرتبه الاولى خلينا نركز على احتياجاتنا من البروتين. مثلا ممكن على الفطور نحن ناخذ مثلا، هلا في دراسات انه بتقول في كثير ناس مثلا بخافوا من البيض، كثير كبار من السن، انه صفار البيض فيه كوليسترول بنسبه عاليه، انا ما فيني اخذه بشكل كبير، بس بنفس الوقت جسمي بحاجه له. دراسات هلا 3 بيضات بالاسبوع هو سيف امن، خصوصا اذا الشخص رياضي وبيمشي كل يوم، فهذا الشيء بيعمل له استقلاب للكوليسترول، فهو ما بصير عنده تراكم ابدا. تمام. اللحوم مثلا ركز على اللحوم البيضاء والاسماك اكثر من اللحوم الحمراء، لانه اللحوم الحمراء فيها كوليسترول بنسبه اعلى. مثلا اذا كنت عم باخذ مثلا بروتين نباتي مثلا عدس او فول او حمص، حاول انه ركز دخل معه شيء من الحبوب الكامله، مثلا مثل معكرونه او برغل مثلا، حتى يكون الامتصاص اعلى، لانه مثل ما حكيت البروتين من المصدر الحيواني اعلى من المصدر النباتي. تماما. امتصاصه اسهل بيكون تماما من المصادر النباتيه. تماما. المشكله هي المرحله العمريه، مرحلة كبار السن تترافق غالباً ببلادنا مع أمراض متنوعة، مثلاً تمام. أمراض القلب والشرايين، أمراض السكري، أمراض ضغط الدم، هشاشة العظام. فلذلك نحن ما بدنا بس نحافظ على الغذاء، كمان مثل اختصاص حضرتك تمام. بدنا غذاء علاجي. تماماً. فبكل حالة مرضية تماماً. شو لازم يأكل المريض تماماً. وشو لازم يبعد؟ تماماً بالضبط. هلأ خلينا نركز أول شيء على الأمراض المزمنة، يعني اللي يعني اللي بتصير مع الأشخاص ممكن يكون أحياناً سببه وراثي، يعني ممكن يكون الشخص هو ما ذنبه أنه صار معه هيك. مثلاً مثل السكري تايب 1، هو بيكون في عنا بيكون البنكرياس ما عم بيفرز الأنسولين، فهو هون خلص هذا موضوع وراثي عنده، بس هو بيقدر يتعايش معه. كيف ينظم مثلا وحدات الأنسولين مع نسبة النشويات؟ هلأ أكيد سكريات مثلا مصنعة ممنوعة بشكل كامل لمرضى السكري، النشويات أنا بضبطها مثلا بحط نسبة 50% لمريض السكر موزعة على 3 وجبات بالنهار. مثلا الصبح هو فينه مثلا ياخذ رغيف أسمر صغير، على وجبة الغداء بركز أنه ياخذ البرغل بدل الرز، لأنه تحلله بالجسم بيتحلل ببطء، فلهيك هو بيضل الشخص شبعان لفترة أطول وبيتحلل بالجسم وما بيعطي سعرات حرارية كتير يعني. وعلى العشاء كمان ممكن ياخد كمان حبة بطاطا مسلوقة، كمان هو سيف، يعني نحن هون ما تجاوزنا الحد المطلوب. بالنسبة لمرضى القلب وارتفاع التوتر الشرياني، هون بدنا نخليهم يتبعوا حمية داعش دايت، يعني دايتري ابروتش تو ستوب هايبرتنشن، انه هن كيف فينهم مثلا يوقفوا الملح بشكل كامل، يبعدوا عن مثلا المخللات، كل شيء معلبات مثلا، كل شيء كافيين ومشروبات غازيه، هدول ممنوعين بشكل كامل. وقد ما فينا نحاول نختار الدهون الصحيه، يعني نبعد عن الساتوريتد فات مثلا، السمنه النباتيه، الزبده المصنعه، كل هالقصص نحاول قد ما فينا نعتمد على الطبخ بالزيت الزيتون.
طيب خلينا نحكي مثلا انه في اعراض بتدل انه في عنده سوء تغذيه كبار تماما السن. شو هي هي الاعراض تماما؟ هلا الكبير هلا سوء التغذيه مال نترشن يعني هو مثلا مرض بيكون مثلا هو ما بتظهر الاعراض يعني قصدي هو بيكون الشخص ناقصه مايكرو نيوتريانت يعني هي المغذيات الدقيقه الصغيره الجسم مثل الفيتامين والمعادن بيحتاجها بكميات كتير قليله بس ناقصه بيعمل كتير مشاكل مثلا من اهم المشاكل هو بيحس دائما حاله داون يعني بيحس حاله هو تعبان شو سبب هذا التعب؟ فقر الدم هو ما عم بياخد احتياجاته من الحديد من البي 12 والبي 9 لهيك هو مثلا عم بيصير عنده مثلا تعب عم يحس بوهن عم يحس بشحوب فهيك هو مفروض نحن هون فوت بمرحلة التعويض مثلا نركز له على الأصناف اللي فيها حديد مثلا مثل الكبدة بس بكمية قليلة كمان مشان ما يرتفع الكوليسترول نكون كتير دقيقين يعني أنا مثلا دائما بنصح المرضى واللي بدنا نحفوا حالهم أنه أنتوا لا تحرموا حالكم من شيء بس بنفس الوقت الكمية قليلة. كميات قليلة مثلا على الغداء مثلا إذا أنا بدي أخذ حصة بروتين أو بدي أكتبها لشخص مثلا 60 جرام 90 جرام كحد أعلى لشخص مسن طبعا هذا الشيء بيفرق اذا شخص رياضي اكيد حنرفع الكميات بس عم بحكي كاحتياج يومي من البروتين على وجبه الغداء 90 جرام حد اعلى هذا الشيء كافي خلص هو اخذ هيك احتياجاته هلا كمان هو فينه مثلا يعني كنا عم نحكي عن مرضى الكبار السن اللي بيكون عندهم حالات مرضيه معينه تماما شو هو سوء التغذيه تمام بالضبط ففقر الدم هو من اهم اعراضه التعب كمان بصير عندهم الاظافر بتتقوس بصير عندهم تنطعج يعني بصير شكلها مثل المعلقة كمان هذا سبب نقص الحديد كمان بصير شعرهم بيتساقط بشكل كتير صح هلا في تساقط هو يعني عادي طبيعي. بس في تساقط كتير اوفر كمان بيكون عندهم نقص زنك نقص حديد نقص كالسيوم وفيتامين دي كمان بيحسوا احيانا بمثلا الهزال او التهاب الاعصاب مثلا هذا سبب نقص بي 12 في شغله كثير كمان هشاشه العظام تماما اللي عم تكون عند تماماً. كبار السن خاصه بالضبط. النساء هون في بعض تماماً. النساء ما كثير عم تاخذ بعين الاعتبار موضوع هشاشه العظام بشكل جدي تماما فشو الحل بالتغذيه هلا هذا السؤال كثير حلو ومفيد كل سيده فوق ال 40 سنه هي بيصير عندها هرمون الاستروجين بينقص بشكل تدريجي لحد ما ينعدم لسن الياس يعني طبعا. كل سيدة عن سيدة بتفرق فالإستروجين هو اللي بيثبت الكالسيوم بالجسم فلهيك نحن كتير مهم أنه نحن دائما نعمل تحاليل دورية يعني مثلا إذا السيدة هي عم تاخد احتياجاتها اليومية من الكالسيوم مثلا بالنسبة للسيدات عنا 1200 ميلي جرام يوميا من الكالسيوم هدول أنا فيني حققهم تقريبا من 4 كاسات لبن طبعا أو حليب حليب أو لبن بس ممكن في أشخاص بتقلك أنا ما بحب الحليب ما بحب اللبن بيعزمونا شوي هدول يشربوا حليب لأنه عندهم تحسس معين تماما فيني عوض عنه باللبن بس كمان في كتير أشخاص أنه بتستغرب أنه في كتير سورسز للكالسيوم غير الحليب واللبن مثلا مثل السمسم هو كتير مصدر عالي للكالسيوم البقلة والشمندر والفاصولية كمان والبردقان واللفت كتير مصادر عالية فأنا لما بنظم أكلي وبعمل تنوع بنظامي الغذائي فأنا هيك رح أقدر حقق كل الاحتياجات اليومية لجسمي من كل الفيتامينات والمعادن طيب السبليمنتس مثل ما بيقولوا أو تمام مكملات غذائية المكملات الغذائية قديش بتكون ضرورية بهيك سن يعني ضرورة تتدخل مثلا مع نظام الغذائي ولا ما في إلا داعي بهيك عمر هلأ رغد حسب الحالة يعني مثلا في فيتامينات عنا مثلا منحلة بالدسم إذا أنا جسمي بالحدود الطبيعية ليش لحتى أخذ مثلاً الفيتامينات المنحلية بالدسم مشان هيك بس نوضح فكرة A و D و E و K هدول الفيتامينات أنا بعمل هلأ مفروض الواحد كل فترة وفترة يعمل check up خصوصاً بهي المرحلة يعني يكون هو كتير متابع حاله إذا في نقص منعود لفترة ومنرجع بعدين نتبع healthy lifestyle إذا ما في نقص لا ما في داعي أبدا ياخذ لأنه بيصير في توكسيسيتي وأوفرلود على الكلية تسمم وسمية تماما في ناس بيقولوا إنه هو حبة فيتامين شو بدها تعمل تماماً. محسوبكم حبة فيتامين كان بي كومبلكس أخذنا من بعدها مضاد تحسس رهيب مع إنه أنا باخذه البي كومبلكس بشكل طبيعي